السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس المهندس أحمد الخياط البطل البحريني أدم العائد من مملكة تايلاند محملا بالميدالية الذهبية لوزن 70 كيلوغرام لبطولة آسيا للمصارعة. كما كان في الاستقبال نائب رئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس عمر بوكمال وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ليضيف اللاعب أدم إنجازا جديدا تاريخيا في حصول البحرين على أول ميدالية في المصارعة.